السلام عليكم. وعليكم السلام. انا اسمي منتصر يسري ابراهيم ريشو. احنا هنا معتصمين ولقينا ان الاعتصام لازم يتصاعد شويه عن طريق الاضراب عن الطعام، عشان نثبت لبره ان احنا اعتصمنا اعتصام سلمي وبنسلك كل كل الطرق والسبل السلميه في الاعتصام. فاعلنا اضرابنا عن الطعام من طريق ان احنا كده بنثبت لبره، عشان خاطر بتقال انها بلطجيه ان احنا احنا بنثبت لبره ان احنا معتصمين اعتصام سلمي واضراب سلمي. فاذا كان اسلوبنا يسير الاضراب السلمي ان احنا مضربين على الطعام، فدي حاجه كويسه نثبت ليها للناس بره. طب اوكي، نقفل ونصارم ما يخلصوا كده. لا 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 خلاص هيكون اكيد يا اما سكر اوت يا اما ضغط اوت. هيتعلق له محلول دلوقتي او جلوكوز، هيبقى كويس ان شاء الله. شكرا. شاء الله مره حد منها. لا ماشي، شكرا.